الرئيس السيسي يوجه ببدء تشغيل أنفاق بورسعيد وافتتاحها رسميا الشهر الجاري ضمن مخطط تطوير قناة السويس. رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يتقدم باستقالته تمهيدا لإجراء الانتخابات المبكرة. والرئيس اللبناني يقول إن الحكومة الجديدة ستضم وزراء يتمتعون بالنزاهة والكفاءة. الخامسة مساء، الثالثة عصرا بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتي حضراتكم من القاهرة، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ببدء تشغيل أنفاق بورسعيد وافتتاحها رسميا خلال الشهر الجاري، وذلك لتسهيل حركة التجارة وتداول البضائع بين شرق وغرب مدن القناة. وخلال اجتماعه مع المهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجه الرئيس السيسي أيضا بمواصلة بذل الجهود من أجل تطوير قدرات الهيئة وأهمية تضافر عمل مؤسسات الدولة لإنجاح المشروعات الجاري تنفيذها في الهيئة بأعلى قدر من الكفاءة، بما يضمن جذب الاستثمارات المتنوعة وتوفير المزيد من فرص العمل. وأشار السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الاجتماع تناول متابعة استراتيجية التطوير الخاصة بالهيئة. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية تطبيق مفهوم حقوق الإنسان الشامل والمتضمن كافة الحقوق الاجتماعية والصحية والتعليمية وكذلك المعيشية، وعدم اختزال تلك الحقوق على الجوانب السياسية فقط دون غيرها. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي عددا من رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر 12 لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإفريقية، وذلك حسب ما صرح المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي. قال الرئيس اللبناني ميشيل عون إنه تم إحالة 17 ملفا بجرائم فساد للتحقيق، مشيرا إلى أن المحاسبة ستشمل جميع المتورطين دون استثناء. وخلال استقباله المديرة الإقليمية لمجموعة البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والوفد المرافق له، أوضح عون أن لبنان على مفترق طرق دقيق خصوصا من الناحية الاقتصادية، ولافتا إلى أن الحكومة الجديدة المرتقب تشكيلها سوف تضم وزراء يتمتعون بالخبرة والكفاءة ومن ذوي السمعة الحسنة وبعيدين عن شبهات الفساد. أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صدور أوامر بعدم استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين، وطالب في مؤتمر صحفي مع المحتجين بتجنب قطع الجسور والطرق لتجنب مواجهة الاعتقال والحبس. حذر الاتحاد الأوروبي من عواقب التغيير الديموغرافي شمالية شرقية سوريا، كما أعلن الاتحاد رفضه تقديم أي دعم إلى المنطقة المحتلة شمال شرق سوريا. تقدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون باستقالته من منصبه إلى الملكة إليزابيث، وبدأ رسميا حملة حزب المحافظين الانتخابية. وسبق الإعلان عن استقالة جونسون أقدام عدد من الوزراء في حكومته تقديم استقالاتهم على خلفية الإخفاق في التقدم في ملف المفاوضات بشأن خروج لندن من الاتحاد الأوروبي وتمهيدا لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة. نهاية هذا الموجز، للمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. في أمان الله.